المافيا صرعتني من الصبح بتنفخ فيها البوري. هي مشان اجواء المافيا. ضروري اجواء المافيا في نص داري. روح اعزف هنيك لك خاي. فوتولي اول شخص لشوف. انا بحب بلدي، بعرف اني عم تمر بمواقف صعبه، بس انا بحبها لبلدي وبدي ضلني عايش فيها مع عائلتي. بس الوضع صار ما بينحمل. بعد 4 شهور انتظار استلمت جرة الغاز وطلع جواتها مي. بدل الغاز طلع لي مي وسخة. رحت عند الحكومة واشتكيت مثل أي مواطن سوري صالح. قالوا لي هذا الموجود، في عقوبات اقتصادية وهذا الموجود. قلت لها لمرتي، تعرفي يا مرة، إذا بدنا ناخد حقنا بالفعل ما لنا غير الدون معجوق. قلت لي رحت عند الحكومة اشتكيت مثل أي مواطن سوري صالح. ليش ما جيت لعندي من الأول؟ ليش اشتكيت للحكومة بدل ما تيجي فوراً عند عرابك الدون معجوق؟ عفواً، يعني إنه قلت ما بدي لبكك. ما بدك تلبكني ولا لأني مجرم خطير وخايف يكون إلك صلة برجل عصابات مثلي؟ رجل عصابات؟ دون معجوق أنا اشتكيت للحكومة، والحكومة بتعرف يعني إنه كلها على بعضها عصابة مجرمين. إيه والله مجرمين محترفين. أعطيه جرة غاز من جوا يا ابني. الله خينا ياكن يا سيدي، الله يديمكن على راسنا يا سيدي. سيدي؟ لك شو هاي سيدي؟ شو شايفني ضابط أمن حقير؟ عفواً بقصد الدون معجوق. الله خينا ياكن يا دون معجوق. دخيل عينك، لا تخربط بيني وبين عصابة الحكومة أبداً بعد إذنك. قال سيدي قال، فوتولي البعده يا ابني. يمكن حضرتك ما بتعرف شو هي، قلت بجيبها معي مشان الدون عدنان يشوف مصيبتنا. هاد رغيف خبز؟ هذا رغيف الخبز اللي مفروض ناكله. هذا رغيف الخبز اللي أنا ناطره 4 أسابيع على الدور، وبالأخير أعطوني هاد. لما شفته ما صدقت، قلت لحالي لازم الدون عدنان ياخد لي حقي. ايوه، ودخلك ليش ما رحت اشتكيت عند الحكومة؟ ليش جيت عند مجرم خطير ومرعب مثلي؟ الحكومة بلا ضمير، مو فارقة معها إذا كلياتنا متنا. أما أنت مع أنك مجرم وخطير بس عندك ضمير. إيه، أعطي ربطة خبز سياحي من الفريزر يا ابني. فضلت على رأسي يا سيدي، فضلت على رأسي. ولك أخي، شايف برجلي بوط عسكري؟ أنت يا ابني شايف برجلي شي بوط عسكري؟ لا والله. لك عن مين هذا سيدي؟ شو سيدي؟ بقصد الدون، دون عدنان، دون معجوق على رأسي. مو معقول عصابات النظام يا زلمة، ما في أي احترام للعمل الإجرامي. عم ينزل لمستويات ما حدا ممكن يتخيلها. طول عمرن هيك دون عدنان، طول عمرن هيك عار على المصلحة وعلى الإجرام بشكل عام. ولك أنا ما بيقهرني غير لما بيخربطوا العالم بيناتنا وبيصيحوا لي سيدي. يا إلهي شو بحس حالي واطي. فشلوا دون معجوق، مو كل المجرمين مثل بعضها. إيه، شو بقيان عندك عالم بدهم يشوفوني اليوم؟ في واحد مقطوع الكهرباء عنده صار له 6 شهور وقال أبو الأمبيرات كتير عم يغلي عليه. وفي واحد بعيد صار لازم يدور كمان، ولك بعده من وجهي انت وياه. شو عدنان؟ لازم وقف هالدور مشان اشوف جوزي المجرم المهم؟ اجي بسلك ايدك كمان؟ وانت ليش فايت بصباطك على البيت؟ ولك كم مرة قلت لك خلي عساكرك يشلحوا الصرامة برا؟ سوسن بعد اذنك، هلا مشغول بعمالي الاجرامية، خلصنا بعدين بعدين. لايمت؟ لايمت بدك تضلني اجئني؟ لبين ما تخلص كل اجرامك؟ لايمت بدي ضل صدقك؟ إنه رح تترك حياة الإجرام ونصير عيلة عادية ونسافر على اللادية والطعمين كلاسة على الكورنيش؟ إيمت عدنان؟ لك إيمت؟ طالع على برا يا ابني. الحق علي حبيتك، الحق علي حبيت أخطر رجل بالأرض. ما تجوزت طبيب أو محامي، لا ضربت عليوي، اتجوزت الدون معجوق يلي العالم ترجف لمجرد ذكر اسمه. ولك اتركني اتركني. يا إلهي على نق النسوان، عم أفكر أقتله. شو رأيك؟ للمدام؟ أنا برأيي إذا بتجيب لها شي سوارة بتنبسط وبتهدى شوي. نجيب لها سوارة ألماس، أو إذا ما رأيت أقتلها. تكرم دول معجوق. جهز لي السيارة، بدي أنزل على الاجتماع السنوي مع زعماء المافيا بالبلد. جهز السيارة دول معجوق. أروح بهذا الطقم؟ كويس لونه؟ والله دول معجوق الحلقة ألوانها قديمة وكل الطقومة رح تطلع نفس اللون. هي والله مزبوط. شعري زبط؟ الدور معجوق رح تضل لابس قبعة المافيا، يعني ما رح يبينوا شعراتك. ما أغلظك أنت وأجوبتك يا. يلا خلينا نمشي. تمشوا؟ عدنان لك وين نازل؟ مو بدي أحكي معك. ولك حق علي، تجوزت أقصى قلب إجرامي. الحق علي أشقت عيونك اللي ما بترحم. أخي بلا السوارة بلا بطيخ، هوصى بعد إذنك. عدنان
لك اخي فهمنا فهمنا، بدك تطرشني انت؟ روح اعزف فوق راس الباقي ضروري فوقي. زملائي زعماء المافيا المحترمين، شكرا لحضوركم. هالاجتماع ضروري مشان نناقش وضع الاجرام بالبلد ونتشاور باعمالنا الاجراميه ومناطق نفوذنا. شكرا لتنظيمك الاجتماع السنوي دون معجوق. اذا ممكن انا بلش الاول. بالتاكيد تفضل دون نشال. مثل ما بتعرفوا عصابتي عائله النشال هي أقدم عصابة نشل وسرقة بالبلد، وقدرنا بإجازاتنا اللصوصية إنه ننهب ونسرق أكثر من 450 منزل. قادمين ومعروفين بخفة الإيد والنشال، ويا ريت ترجع النفاضة الفضية يلي نشلتها من على الطاولة. زعماء العصابات المحترمة، للأسف اليوم عصابتي عم بتواجه مشكلة كتير كبيرة. خير؟ شو القصة دون نشال؟ صرنا أكثر من 10 سنين ما عم نقدر نسرق بيت واحد. كل ما منخطط ومنفوت على البيت منلاقيه فاضي. الجيش عم يفوت قبلنا وعم بيعفش كل شي بيلاقيه بقلبه. عصابة الجيش عم تسبقكن يعني؟ لك مو قصة مين بيسبق يا دون معجوق. المشكلة ما ضل في احترام للمهنة ولا أخلاق. لحنا منخطط كتير منيح للعملية تكون متقنة وما نعارض القانون. الجيش عم يفوت باسم القانون ووضح النهار وعم بيعفش كل شي بيطلع بوشه. ايه فعلا هذا انحطاط هائل في المهنة. عصابات الجيش انحدروا لمستوى متدني جدا في الإجرام. زملائي المجرمين المحترمين، إذا ممكن تفضل دون خرطوش شاركنا النقاش. زملائي المجرمين، مثل ما بتعرفوا نحن آل خرطوش مستلمين تجارة الأسلحة بهالبلد من عشرات السنين، ومثل ما بتعرفوا إنه جدودي هنن يلي دخلوا أول نقافي لهذا البلد. عائلة الخرطوش عريقة ومحترمة في تجارة السلاح أكيد. المشكلة يا دون معجوق إنه تجارة السلاح نفسها هي يلي ما عادت محترمة. هلأ السلاح موجود بكل مكان. لك الروس فوت السلاح، الإيرانيين فوت السلاح، الشبيحة فوت السلاح. لك حتى ابن أصغر مسؤول تافه بهالبلد عمره 5 سنين بتلاقي فيه بجيبته سلاح. يا جماعة السلاح صار موجود بكل مكان. إيه الله وكيلكم، لا تبعت ولا اشتريت سلاح ولا دخل لجيبتي فرنك واحد. ايه فعلا السلاح صار بايد كل مجرم واطي بلا اخلاق من عصابات الحكومة وما عاد له وهرة ابدا. دون معجوق اذا فيني احكي. بتعرفوا كلكم حارسي الشخصي ومسؤول العزف على السكسفون تبع العيلة ابو الريق. تفضل يا ابني. يا جماعة بتعرفوا كلكم عيلة المعجوق هي اقدم عيلة اجرامية في البلد، واسم عدنان معجوق لحاله كان كفيل يبث الرعب في قلوب الجميع ويخلي العالم تعطينا مصرياتها خوفا من بطشنا وطلبا لحمايتنا. ما في داعي لهالمناظر التسفيق والاحترام، وخلونا بالمصيبة اللي بين ايدينا. العالم ما عاد معها فرنك ولا عاد حدا خاف من اسم عدنان معجوق، وصار الكل يحكوا عليه وعم بيقولوا عليه طرطور وحقه فرنك وجدبة وجردون وجد. شبك قصده ابو الريك يقول انه الشعب ميت، عصابة النظام المجرمة عم تمتصه وتقتلكه للاخر، وبدون شعب نحن كعصابة ما عاد عندنا شغل ولا عاد عندنا سوق. الوضع فعلا مقرف، صار لازم تتعاون كل العيال مع بعضها. دون خرطوش لازم تشارك ارباح الاسلحه مع باقي العيال. يعني بدك تقنعني كل رصاص بهالبلد وما معك منه ولا ليره؟ شو قصدك انا كساب؟ وانتو وبيوت الناس اللي هاجرت ما سرقتوا منها شيء؟ لا يا ابن افلا، شو قصدك ولا انه البيوت مليانه مصاري ولحنا عم نكذب عليكم؟ معجوق افندي احكي لك كلمه، ولا انت صاير خروق طرطور ما يطلع منك ولا حدا؟ بس حالك ولك نشال الكلب وعرف حالك مع مين عم تحكي. انت ست حالك ولا لحنا حراميه محترمين؟ نحن مجرمين محترمين، خليكم محترمين. نحن مجرمين. كيف ممكن ضل مجرم ببلد زعماء وحوش؟ كيف ممكن دير عصابة بوطن حاكمته جيوش؟ مين نحن مين؟ المجرمين. كيف ممكن نزرع عالم ما في بجيب قروش؟ بهيك زمان ما عد إلنا مكان،
ما في إجرام قد هيك نظام. شو قيمة سلاح رصاصه ما بيعمل مفعول بيوش مواطن قلبه من جوا مقتول. مين نحن مين المجرمين؟ بشو بقدر هدد زلمه من برده مشلول؟ كيف بسرق بيت والجيش عفش كل البيوت؟ شرد أصحاب بخيام المهجر صاروا كروت. من نحن مين المجرمين؟ ببلد جعبل بقي فيها ناطر إنه يموت. بيهك زمان ما عد إلنا مكان، ما في إجرام قد هيك نظام. كيف ممكن ضل مجرم ببلد زعماء وحوش؟ كيف ممكن قرع عصابة بوطن حاكمته جيوش؟ مين نحن مين المجرمين؟ كيف ممكن نسرق عالم ما في بجيبه قروش؟ كيف ممكن ضل مجرم ببلد زعماء وحوش؟ لو بعد انت وياه بعدولي انت هون قاعد مبسوط مع القتيلين وتركني بالبيت رح تقملل؟ ولك ليش اتجوزتني عدنان؟ لك بس فهمني ليش؟ مشان تتركني وتيجي تلعب مسدسات مع اصحابك؟ لك ليش اتجوزتني ليش؟ وبخدن على الهدية طعميهم مو ظبطها لي. بتعرفوا ليش المسدس افضل من الزوجة؟ لانه المسدس بينحط له كاتم صوت. شو عدنان ليش عم تتكركر؟ ضحكنا معك. ولا شي حبيبتي، عم سجل كم نكتة عندي مشان شغلي الجديد. شغلك الجديد؟ ليش شو قررت تشتغل؟ والله يا مسيوس كنت عم فكر اعمل عصابة مافيا ونعمل شوية اعمال اجرامية على الخفيف، بس عم شوف لك انه هذا شغل طلع قطاع عام مو خاص. كيف يعني قطاع عام؟ يعني مستلمته الدولة ومغطيته بشكل كامل، سرقة، قتل، تشويل، خطف، ترعيب، تهديد. ما شاء الله عليهم محترفين ام السوس، محترفين. ايه وشو قررت تشتغل يعني؟ وليش عم تسجل نكت على الورق؟ عم بقول بما انه دمي خفيف وحس الدعابة عندي مرتفع ممكن اشتغل كوميديان مثلا، هقول نكت وحزازير. سوسن بتعرفي ليش المسدس افضل من الزوجة؟ لانه المسدس بينحط له كاتم صوت. تخيلي حبيبتي انه لو ينحط للزوجة كاتم صوت وتخرج. خلاص حبيبتي خلاص، بلاه شغل الكوميديان بلاه. بتعرفوا شو الفرق بين سوسن وزعيم المافيا؟ ولا شي، ما بيفرقوا شي عنه. كيف ممكن ضل مجرم ببلد زعماء وحوش؟ كيف ممكن قرع عصابة بوطن